أقرأ من قوله جل وعلا: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما حسبك. أقرأ من قوله جل وعلا: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضلي ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يؤمنون
وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. حسبك وبارك الله فيك. المتسابق عمره 10 سنوات، نسأل الله أن ينفعه وينفع به وأن يقر عيني والديه بصلاحه. المتسابق 16 سالم عامر من زنجبار، فليتفضل. وباي وكبري نمفان دمي العبد ناصر ليغا مجيوغو تا كينيا. Wabaye wa kabiri afite amanota 98. Turasaba umuvandimwe nyakubahwa mufti w'u Rwanda yuko yamugezaho iki gihembo. Alfaiz fi martabati thani al-akh al-abd Nasir Liga min dawlati Kenya walahu jaiza qimatuha 500,000 faranka. Mumuha amashyi menshi arayakwiye. Uyu mwana yadushimishije. Yabonye amafaranga 500,000 amafaranga y'u Rwanda. Uyu kijana amepata zawadi nyingine kwa ndugu zetu kutoka Saudi Arabia. Kwa sababu umri wake ni mtoto wa umri miaka midogo amepewa dolari 250. Fal akh al-Abd Nasir Liga min Kenya jaiza 250 min al-akh al-Fahad fajazahu Allahu khairan barakallahu fikum. Mara ya muhaineza. Mashallah.